بشأن الذكرى 13 للثورة السورية ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من عمان مسؤول قسم الإعلام في الهيئة معاذ البدري. مرحبا بك يا أستاذ معاذ. حياكم الله، مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدي قناة الرافدين الكرام. أنا بك. بدءا أستاذ معاذ، بعد مضي 13 سنة على انطلاق الثورة السورية والانتكاسات التي شهدتها والخذلان الذي واجهته، هل تعتقد أن الثورة ما زالت مستمرة حتى اللحظة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يطيب لنا في هذا اليوم المبارك الذي يجمع بين بركة رمضان وبركة الجمعة أن نتوجه لأهلنا في سوريا بالمباركة في ذكرى ثورتهم. هذه الثورة الكريمة بعد مضي 13 سنة على انطلاقتها تعزز كثير من المفاهيم وتكشف مزيد من القيم التي ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان أبناء الأمة. نسأل الله عز وجل أن يكللها بالتأييد والتوفيق والنصر والظفر لقاء ما قدمه أهلنا في سوريا من تضحيات وصبر ورباط. الحقيقة هذه الثورة يعني حافلة بالدروس وكاشفة للمواقف، لأن الحقائق تمايزت على أرضها والأمور انكشفت في ساحتها. على مدى السنوات 13 الماضية أظهرت الثورة أنها ما تزال مستمرة وفعالة بغض النظر عن حجم هذه الفاعلية. إذا نظرنا اليوم إلى أسباب قيام الثورة السورية قبل 13 سنة نجدها ما تزال حاضرة وقائمة، يعني بل تزيد عليها أسباب أخرى وعوامل أخرى تجعل من استمراريتها أمرا لا مفر منه. إذا أخضعنا فعاليات هذه الثورة إلى ميزان التحليل أيضا نجدها ما تزال قائمة. الثمار التي جناها الثوار، وفلنقل الثمار المرحلية التي جنيت من الثورة بتحرير مناطق واسعة من الشمال، دليل على الاستمرارية، لأن التعاطي مع مخرجات الثورة مؤشر على استمراريتها. الثوار السوريون من علماء ومجاهدون وأكاديميون وغيرهم في مناطق الشمال السوري ما زالوا حتى هذه اللحظة يقاومون عدوان النظام وعدوان حلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية والمرتزقة وغيرهم، يقاتلونهم بيد ويحاولون بناء مؤسسات مناطق الشمال السوري بيد أخرى. هذه كلها مؤشرات على أن هذه الثورة مستمرة، واستمرارية هذه الثورة تقتضي أن تكون الأمة حاضرة لنجدتها ومساعدتها ودعمها بما هو متاح من وسائل مادية ومعنوية وغير ذلك. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ معاذ لانضمامك لنا.